جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها في السنن الكبرى للبيهقي أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح. قال البيهقي: تفرد به المغيرة ابن زياد وليس بالقوي. وقوله ثم يتروح إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح كما قال البيهقي رحمه الله. فإن ثبت هذا الحديث وإلا فما تنوقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم يدل على تسميتها بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلاله.